السلام عليكم البنات ومرحبا بكم عندي في القناة نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يوم البنات كان عندي واحد الروتين اللي مشارجي بزاف بزاف وحبيت انا نشاركه معكم ونتقسم معكم هذا الروتين هذا وايضا شاركت معكم واحد الحلوة اللي طلبتوها مني بزاف بزاف ديال البنات واللي هي حلوة المراشم او حلوة الطابع او الجاتو العادي او للمهم يقول المهم كل واحد شنو كيقول ليها مهم حنايا في الجهة الشرقية كنقولوا ليها الجاتو العادي يعني بلا زبدة بلا بلا فينيسيون بلا والو يعني غير بالعجينه عاديه وكيتطبع بالمراشم بالنسبه لهاد الكوموند هادي البنات كان عندي فيها آه في الاولى اللي خدمتها في الصباح حيت كان عندي كوموند خرجتها في الصباح وكوموند في العشيه اللي خرجتها في الصباح كان عندي فيها 3 كيلو ديال حلوه الطابع اولا هاد الكاطو العادي وبالنسبه للكوموند اللي خرجتها في العشيه كانوا عندي فيها هاد التشكيلات هادو كان عندي فيها جوج كيلو ديال لي بيتي كيلو ديال حلوه الفرماج اولا هاد الصابلي اللي كيجمع كي ما بين الملح والحلو كيجي زوين بزاف المهم انا غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله بالتفصيل الممل هذه هي الحلوه البنات اللي هضرت لكم عليها بزاف ديال البنات اللي طلبوني عليها وانا اليوم اغتنمت الفرصه انني نشاركها معكم واخا الحقيقه ما كنتش ناويه نهائيا انني نصورها ولكن قلت علاش لا ملي من مني المتتبعات ديالي ما نرفضش لهم الطلب ديالهم خليكم مع الفيديو حتى الاخير وما تنساوش الا كانت هذه اول زياره لكم للقناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وغنبداو بسم الله على بركه الله هنا بديت معكم هنا الصباح رافقت بكري ضروري البنات تفيقوا بكري الا بغيتو تخدموا هاد لي كوموند هادو ولا بغيتو تكونوا يعني تشدوا لي كوموند بزاف وتخدموا لي كوموند بزاف ضروري تفيقوا بكري خدمت العجينه ديال الحلوه العاديه اولا حلوه المراشم درت هنا البنات عجينه كبيره لان حاجتي في 3 كيلو ديال هاد الحلوه هادي درت 8 ديال البيضات درت 4 ديال الكيسان ديال السكر حبيبات ودرت المبشور ديال الحامض درت هنايا ثلاثه ديال الحامضات حكيتهم وديرت القشور ديالهم درت ايضا اربعه ديال الكيسان ديال الزيت النباتيه هاد العجينه بلا تراها كبيره اللي كتخرج 3 كيلو اللي بغات دير عجينه صغيره دير غير اربعه البيضات ودير جوج كيسان زيت جوج كيسان سكر ودرت ايضا هنايا اربعه ديال الخمارات كيف ما قلت لكم ثمانية ديال البيضات غندير فيهم اربعه الخمارات الا درتوا اربعه البيضات غديروا غير جوج ديال الخمارات مهم صافي وكنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنجمع العجينه عندي تكون شويه مرخوفه هذا الكاطو البنات بالضبط الا بغيتو يجيكم هشيش واخا ما فيه لا زبده لا والو يجي في الفم ما ديروش العجينه قاصحه ما تقصحوش العجينه حاولوا تخليو العجينه طريه وكتلصق لكم في اليد واخا تلصق لكم في اليد مزيان يعني هكا كتجي هشيشه وكتجي زوينه هنا كيما شفتوا معايا البنات رققت العجينه ديالي ما بين زوج ديال البلاستيكات السمك ديالها كيكون غليظ هذا الكاطو هذا بالضبط خصو يجي شويه غليظ هكذا يعني باش يجي الناس تلقى فيه ما تاكل ما يجيش داك الرقيق بحال الصابلي هذا آه خصو يجي غليظ آه طبعا هكا بالمريشمات اللي عندي نتوما ديروا اي مريشم عندكم انا درت كاع اللي عندي درت ربعه ديال الشكيلات درت هاد القليه درت الدائري درت النجيمة درت هاد اللي كيجي كي بحال شكل الشجيره عندي هنايا البيض اللي غادي نزين به غندهن آه به الوجه ديال هذه دي الحلوه هذه آه عندي البيض خلطت مع شويه ديال نيسكافي وعندي شويه الجنجلان شويه الكوك خلطت مع شويه السكر حبيبات ولافاني المهم آه هكا التزيين كيبقى كي اختياري انا هنايا غادي نزين ب... دهنت بالبيض وغادي نزين هذه نجيمات بشويه ديال الجنجلان بالنسبه لدوك الشجيرات غادي ندير فوقهم شويه ديال السكر مع شويه دل الكوك اما بالنسبه لذاك الشكل الدائري غادي نديرو مع غادي ندير له ندهنو بالبيض ونسكافي واحد الخليط ما بين درت بيضه وضفت لها شويه ديال النسكافيه وغادي ندهن به الوجه ديال ديال الحلوه ديالي ومن بعد كندير لها واحد الخطيطات بالفرشيطه ومن بعد كندخل الحلوه ديالي للفران الفران يكون عندي سخون ضروري البنات هاد الحلوه الفران يكون سخون ولكن فاش تدخلوا الحلوه ديالكم نقصوا له خليوا الحلوه ديالكم تطيب على خاطرها كطيبوها من الفوق اللي عندها فران ديال الغاز كطيبوها من الفوق ومن بعد كتهبطوها لتحت باش تحمر وكيكون هذا هو الطياب ديالها البنات كيف ما شفتوا معايا بصراحه راه كتجي زوينه زوينه بزاف هاد الحلوه هادي انا غادي نترك لكم البنات الرابط دي آه عفوا المقادير لتحت في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي بغاو يحضروا كميه قليله كيكون هذا هو الشكل ديالها وكتجي هشيشه بزاف البنات هنايا انا ما شاركتاش معكم في لي بواط ولا حيت هنا السيده آه كانت جات مع 12 باش تاخذها وداتها في يعني جابت بواطه ديالها اولا جابت سطل ديالها وعاد لها فيه الحلوه ديالها هاد الحلوه هادي كيفما ما شفتوا راه كتجي هشيشه بزاف وخرمة فيها لا زبده لا والو كتجي بنينه وهادي هي اللي كنفضلو ناكلوها ونشربوها مع كويس داتاي احسن كاع من داك الحلويات اللي فيها الشكلاط وفيها الفينيسيون بزاف المهم صافي هنايا كملت هاد الحلوه ديالي جات السيده خداتها درتها درتها لها في ديالها داتها خرجت لي 3 كيلو وشي شي حبات هكا المهم انا زدتهم في الميزان معاها دزت هنايا مباشره من بعد ما ساليت دزت باش نحضر الكوموند الزوجه اللي غتجي مولاتها ايضا تاخذها مع العشيه بديت هنايا البنات بالحلوه ديال الفرماج هاد الحلوه ديال الفرماج انا راه مصوباها معاكم غادي نترك لكم الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف ومصوباها معاكم غير بكميه قليله ديال 250 غرام ديال الزبده انا هنايا درت 500 غرام ديال الزبده كاس ديال السكر كلاصي وغادي ندير 8 ديال الفرماجات بالنسبه للزبده البنات استعملوا ليليا ولكن ملي ديروا ليليا تاكدوا باللي فيها 250 غرام لان راه نقصو فيها في الميزان ورجعت فيها غير 200 غرام الا درتوا بواطه زيدوا معاها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اما المارغرين ولا زبده سبيسيال درت كاس ديال السكر كلاصي ضفت عليهم داك الفرماج ويعني حركت مزيان خلطت مزيان الخليط ديالي حتى تحصلت على واحد الشكل اللي هو يا كريمي ومن بعد راه ضفت الدقيق وضفت واحد نصف خميره كيماوية فقط ديروا ايه غير واحد نص خماره كيماوية باش ما تنفخش لكم الحلوه بزاف صافي كنجمع العجينه ديالي كيف ما شفتوا معايا العجينه كتكون شويه طريه ما كتقصحوهاش ومن بعد كنشكلها هكذا كويرات اللي كتكون صغيوره الطريقه ديال التشكيل ديال هاد الحلوه هادي سهله البنات كديروها كويرات وكتحطوها ومن بعد كتلصقوا وحده مع وحده كديروا هذا الشكل اللي كيجي كي طويل كيجي كي على شكل دويده والشكل الاخر اللي كيجي كي هكذا هذا الشكل الثلاثي صافي وكندخل الحلوه ديالي للفران طيب على نار اللي كتكون مهيله بحال الصابلي تماما كتاخذ شويه ديال الوقت يعني غير نقصوا لها البوطه وخليها على خاطرها آه دزت هنايا لي فور لي البنات ايضا نشاركها معكم آه فيديو مفصل غير هنايا ملي خدمت خدمت هذا الروتين قلت انا نشارك معكم هذا الروتين من الاول حتى الاخر آه بالنسبه لي بتي فور آه كنحتاج فيهم 250 غرام ديال الزبده مارغارين ما ديروش شي زبده اخرى المارغرين كنحتاج فيهم جوج كيسان ديال السكر حبيبات هنا بالضبط ديروا سكر حبيبات باش يجيوكم هشاش ومقرمشين في نفس الوقت جوج كيسان ديال الزيت ودرت جوج ديال البيضات وكنحتاج فيهم كاس ديال مشروب الرمان اي رايبي يعني داك رايبي ديال جوج دراهم البنات اللي قالوا لي ما عندناش رايبي يعني في خارج المغرب تعوضوها البنات بياغورت بنكهه الفاني من فئه وعشرة غرام صافي كنحرك نحرك هذه المكونات اللي عندي كاملين وكنجمع العجينه ديالي بالدقيق وكندير جوج ديال الخميره كيماويه ورا درت البنات ايضا واحد الكيس ديال السكر بنكهه الفاني المهم غتلقاو كلشي ان شاء الله في الفيديو اللي غنحطو لكم في التحت في صندوق الوصف صافي وكنجمع العجينه ديالي وهنا العجينه راه كتكون مرخوفه البنات ما كتقصوهاش بزاف يعني شحال ما درتو العجينه ديالكم طريه اول حاجه كتساعدكم باش تخرجوها من هذا البوق هذا ثاني حاجه كتجيكم هشيشه وط وفتيه في نفس الوقت صافي هنايا كندوز باش نشكلها انا كنخرجها بهذا البوق هذا كيف ما شفتوا معايا كنشكلها كده على شكل فور المهم نتوما ديروا كيف ما بغيتو اما كديروا هكا ولا كديروا صبيعات انا هنايا لا كوموند كان عندي فيها جوج شكيلات هذا الشكيل هذا اللي خدمته معكم في الاول وكان عندي ايضا هاد الصبيعات اللي كيتلصقوا بالشكلاط منا ومنا المهم قسمت العجينه على جوج نصف درتو على شكل هذيك بتي فور والنصف درتو هكذا على شكل صبيعات صافي كنبقى هكذا مستمره حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال العجين كامله وندخل الحلوه ديالي الفرن ايضا طيب على درجه حراره 180 درجه يعني تكون نار مهيله صافي من بعد ما الحلوة لي الحلوه ديالي هنا راه طابت لي الحلوه ديال الفرماج ولي بتي فور كانوا مازال عندي في الفران دزت مباشره باش نفيني الحلوه ديالي هنايا الفينيسيون ديال هاد الحلويات بجوج راه ساهل بزاف بزاف علاش راني دغيا كملتهم لان الفينيسيون ديالهم ساهل والخدمه ديالهم سهلة ما فيهمش يعني قوه المراشم وقوه الفينيسيو ذوبت هنا الشكلاط الابيض بالنسبه لهاد الشكل اللي كيجي ثلاثي في الشكلاط الابيض و وزينتو هكا في الوسط بشويه العقيق في الفضي اما بالنسبه للشكل الاخر اللي كيجي على شكل دويدات هذاك درتو في الشكلاط الاسود دوب الشكلاط الاسود البنات اللي كيسولوني على كيفاش كديري دوب الشكلاط الاسود راه ما كندير حتى شي حاجه البنات غير كندير الشكلاط بوحدها ولكن كنديرها بعيده على الماء يعني كنخليها دوب غير على البخار صافي هذا كان دا كان غطسو في الشوكولاته السوداء ومن بعد راه في يعني كان فينيه يعني هكا كنزينو بواحد الخطيطات ديال الشوكولاته السوداء مخلطه مع الشوكولاتة الابيض يعني بحال الشكل كيعطيني داك الشكل اللي كيجي كي شويه مفتوح بحال الشوكولاط بالحليب آه بالنسبه لهاد الصبيعة البنات انا هنا راني لصقتهم غير بالشوكولاته السوداء وغادي نزينهم هكذا دوك الرويصات ديالهم ايضا نغطسهم في الشوكولاته السوداء صافي هنا كان عيني تزيين اللي هو بسيط بزاف بزاف أه ما عندي الوقت باش ندير شي تعليكه ولا شي حاجه المهم انا راه كان العد العكسي كان خصني دغيا دغيا نكمل باش تجي السيده تاخذ لا كوموند ديالها من أه بعد البنات كيف ما شفتوا معايا ملي كنلصقهم راه كنغطس لهم هذوك الرويصات ديالهم في الشوكولاطه السوداء كيكون هذا هو الشكل ديالهم اما بالنسبه لهذا الشكل اللي صوبته في الاول هذا غنزينو البنات غير بواحد الخطوط من الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة السوداء فقط كانوا هادو هما الحليوات ديالي البنات من بعد ما ساليتهم وزينتهم ووضعتهم في في لي بواط ديالهم راه من غير دغيا كيوجدوا البنات هاد الحلويات هادو كيوجدوا في اخر يوم يعني تقدروا تصوبوهم أولا لا هكذا تقدروا يعني تحضروهم للكليان ديالكم ساهلين وتا المكونات ديالهم اقتصاديه ديال وكيوجدوا بسرعه بالنسبه البنات لهاد العجينه ديال لي انا كنخرجها ب 60 درهم للكيلو هاد العجينة هادي كتعطيني زوج كيلو و غرام بالنسبه لهاد الحلوه ديال الفرماج اللي كتجمع ما بين المالح والحلو كنخرجها ب 70 درهم للكيلو لان البنات العجينه ديال 250 غرام زبده راه كتعطيني كيلو بالضبط ما كتزيدني فوق حتى شي حبه الا زادت حبه صافي ما يعني ما كتخرج ليش اكثر من كيلو هنا راه دوبلت العجنه يعني عطاتني زوج كيلو بالضبط وتبقاو لي واحد زوج حبات من فوق زوج كيلو هادي كنخرجها ب 70 درهم للكيلو يعني هذا هو الثمن باش كتسلكني وهذا هو الثمن اللي مسلك اما بالنسبه للحلويات او لا ديال ديال المراشم ولا الكاطو العادي هذاك البنات هذا كيف ما شفتوا معايا هذا كنخرجوه ب 35 درهم للكيلو يعني راه اقتصادي ورخيص وما فيش بزاف ديال ديال المكونات الفيديو ديالي هنا غادي يسالي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا نخليكم دابا في امان الله وحفظه الى فيديو جاي ان شاء الله الى اللقاء